حرق صلاح الدين. الساعة 1:30 صلاح الدين اضرب اضرب من شرفاء حلب. الساعة 1:30 ظهرا. اضراب جزئي عن محلات حلب. المرحلة الأولى صعبة، ولكن ستكون مرحلة نحو الاضراب الشامل إن شاء الله ونحو العصيان المدني في مدينة حلب. اضراب جزئي في محلات صلاح الدين شرفاء حلب. اليوم الاضراب. اضراب جزئي لمحلات متفرقة لبعض الشرفاء. الساعة 1:30 ظهرا. حي صلاح الدين. مقدمة نحو الاضراب الشامل ان شاء الله. مقدمة نحو الاضراب الشامل ان شاء الله في حلب. اضراب جزئي في حلب. ايه ماشي ماشي بشوفك. ايه طيب ماشي.